بعد مرور 6 سنوات على ظهور فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بقينا دلوقتي قدام واقع، بل واقع مبهر في الحقيقة. عشان كده بعد النجاح الساحق اللي حققته شركة دمياط الوطنية في مشاريعها السابقة، بنقدم لك دلوقتي فرصة الخروج من التكدس والتملك في العاصمة الإدارية في أكبر مبنى إداري بالحي الحكومي والمالي، فيجن تاور 1. هيكون انطلاقة وبداية لسلسلة مشروعات عملاقة لشركة دمياط الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يتميز فيجن تاور 1 بموقع استراتيجي على المحور المركزي مباشرة، على بعد خطوات من فندق الماسة، منطقة البنوك والبنك المركزي، بورصة المصرية، وأمام مبنى البريد المصري، دار الأوبرا، وعلى بعد دقايق من خط المونوريل ومنطقة الوزراء. مبنى فيجن تاور 1 هو مبنى إداري بالكامل، تبلغ مساحته 44,000 متر، مكون من 8 أدوار بمساحات تبدأ من 44 متر، وبأنظمة سداد مريحة. المبنى مصمم على يد أمهر الاستشاريين المعماريين في مصر، أول مبنى إداري سمارت سيستم في العاصمة. يتميز بمدخل فندقي بمساحة 200 متر وارتفاع 11 متر ومزود بسلم كهربائي للدور الرابع و7 أسانسير وجهات خارجية عزلة للصوت والحرارة، تكييف مركزي مع مراعاة توفير أعلى أنظمة الأمن.